ظروف محك تعبوا على ما هو سافر كاع هادي قالوا لي راك تكبر على لا والله ما تكبر قدر لك كنستعجلك دائما والله وهاد كورونا دابا كيفاش دابا غادي يبقاو يخليونا هكا على لا قال لك من 14 يوم ان شاء الله غادي 14 يوم واحد دابا واحد الدري ولد اختي قال لك انهم من الشهر غادي يبقاو لهاد الدواء ولا كيف يصابوا لهاد الدواء فين هو كيداير باش غادي يديروا هاد الدواء باش غادي يديروا صابوا لهاد الدواء ما خرجوا ما عرفش شحال من مليون كاميون ديال الجير ديال الجير الجير مرتبوا الجير ويزرعوا داك الجير كامل الصاع سموس هذاك المكربة تاع هادي كوريرا خرجها واحد مغاربة هادو ولا شكون؟ لا ما واحد أردني من العلماء أردني من العلماء وهاد الجير كيفاش غيبقاو يقبصوا به بنادم ولا؟ ذاك الجير واحد الجير هكا ناصح قاسح مشحت إيوا يشربوه ولا سموه؟ يرموه على شاي يرميوه على الأسواق ويرميوه للطرقان يرميوه على راه من الدولة غادي تصيفطهم العراقي غادي يصيفطهم هادشي عندها الارض داك هذاك في الارض متفقوا عليه وكل شيء وقاتل ما شاء الله راه ما تحوس راه ما تحوس ابو الجمعه يا غتبقى تصبح اول ما تبقى تصبح وكيفاش شحال يكون الثمن ديالو؟ شحال يكون الثمن ديالو؟ شكون نهضروا مع الناس الثمن شحال غادي يكون ديالو؟ اسمو انا ولد العزاوي كيف ولد العزاوي عبد الرحيم كاج انا هكا عبد الرحيم كندير المدينه كندير الحركه شحال غادي يكون الثمن ديال هذه البيعه والشريه قلنا شحال الثمن ديال هذه الدواء؟ دوك هادي العراق تبت المغرب حسبته ب 40 درهم للكيلو 40 درهم مغربيه لا 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 هذاك تاع الصين يا 40 درهم ديالنا 500 مليار كامل غادي تخرج وما باش غادي غادي يجيو على بنصر ولا طنجه لا غادي يزرعهم ويشدوهم دوار الزكاهم ويزرعوا حتى هو يسمع فوق اش غادي يوصلوا كيفاش منين غادي يدخلوا بالجير اش من دوله هما دوك يقراو على الكاريان قال الكاريان هو الاول غادي يبحثوا على الكاريان هو الاول الكاريان الخامس اربعه ديال الكوبيتات اللي غادي يجيو على الكاريان اللي مشيت لمير الناصي تما اللي غادي يرميو هذا هاد الجير كان يقص هنا في الحوش راه عندي تاني الحوش تاع اليوم كان يدير داك الحوش صاحبي كان يقص لنا شويه يجيب بها فايدة ترش عليا شويه في الحوش انا راني عيان بنروح وراني عيان من كل شيء ما راه ما هي دي ناكل الثوم اليوم مانيش يا من الصباح الصباح الثوم راه غالي انا من الصباح الصباح كنت بربطة ديال الثوم ربطة ديال الثوم بيضاء ولا الحمراء؟ لا كنت على ذاك الشيء على الهنا اللي بلان جديد وجا واحد خالي قال لي ما عندك الثومه تنقص منه قال لي قدي 3 كيلو بصله في النهار مزيانه سطحناها على الاخوه على الاخوه ومن بعد فيا كان هذاك ابو جمعه تحل عينك الصباح تاخر وتقد بصي الدار جا واحد كيلو كيلو تاع البصله وطحن اي ورد عليا ما تخافش لا ولا وجعك راسك وكل شيء وجعك راسك دير واحد 14 ولا 15 كيلو ديال الحرمل ودير فيه هك نفع 15 كيلو ولا 14 كان غير نفع وزيد واسمو هذا الحرمل زيد 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 مع العشره العشره ها كيفاش العشره العشره اجي عبد الرحيم خوي عليا نحرم منه القايده منه فيهم شي تاليني فين مال راه يقول لك حيد ما قايده من ربدك ما تلاقى تقول سي محمد خويا السكتور ما عليكش مازال ما عليكش ما عليكش شنو درت لك شنو درت لك اخويا السكتور قلت تسحب ها تمشي انت راح تقول لي عبد الرحيم ايوا قرابة قرابة ونزيد عبد الرحيم وكان يلقينا الدواء بعد ما لقيت قلت لي الدواء هذا صافي كنت قرات سمعت لو سمح غادي يكون هادشي غادي يسمع في التلفزيون غادي يقولوا لي 40 درهم لتر ولا الكيلو بصح شمو كيفاش تموت هو من النوع ديال البوركان بوركان خارج مع البوركان بغا يقول لك الكاربين قلت لك زعما من النوع تاع البوركان دوك الاخر كيخرج البوركان هذا من النوع ديالو كيتخلط هو وياه شحال يقدر يداوي ديال من مليون بشر في النهار هذاك راه مداروه قال لك السيد لك التروجات غادي تطيح 14 15 مليار ديال الانسان اللي غادي تطيح الارض التحاليل خرج لهم واحد الابره تاع التحاليل كنضربها يا ابو جمعه داك الابره قد هكا وكنضربها ست ايام وانت مشلل يبقى قدر داك ايدك الكرده ويجرك معاه بس حاجه تمشيت حاجه تحرك ست ايام وانت مشلل ولا ماشي دواء هذا غادي يفرق قوه بزاف فيها الديسير بزاف مقطعين فيها الديسير
وكيفاش دابا هاد يبقاو يعطيوها لك بالراميد ولا خصك تخلص عليها؟ لا خلص عليها. ياه. واه دونفرو. دونفرو دونفرو السيمانه. تحطها فوق الطابله. دونفرو فرنساوي ولا سويسري؟ لا 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 دونفرو نتاعهم احنا ديالنا 1005. تعطيها للمقدم. يا قال الدجاج لا رباني. او غير خلص عليك شي دجاجه علال ولكن انت تشوف. شيك من بيجو على الدلي. لا ديال الموكا. يا خويا. تحنا العشر. راشي راشي. علال قول لي نسولك فوقاش ما درتش الرياضه خويا علال؟ الرياضه السبور ما لعبتش كوره. لا من فوقاش ما كاع شحال اش من سنه؟ كنت كندير صحاب كريم عبد القادر الشينوا. كنا حنا بوري معناها في الكوره حنا ما كانش نديها في الكوره. انا كنت ندير جول عبد القادر الشين ما كان يدي بالربعه بالخمسه. مزيان شكون؟ عبد القادر الشين هو اللي خرج ميسي واراندو هما اللي خرجناهم. رونالدو. واه ولد العبريت الميلود اريان ما تفوت. ولكن كنت تسجل لا انت كنت تمركي. واحد يقول لك صحيح راه عارف صبري ولد عيد الشبله وانا عارف كان يدير الاورجو. واحد صاحبنا بلان ديال سبانيول كان يدير الاورجو. انت كنت كارديان كنت كتشد لهم الكرات بيلانتيات ما سجلوش عليك بيلانتيات والسبندات فرقوا سبندات اللعابه كلشي كتجيهم السبندات وهاد العيد صاحبنا مع دايرين الطروه السبنديره ديالهم ما كتكونش كنمشيو عند الكورديون يخدم له سبنديره بوحدو وخرج له كد القنطره كيلبس 140 في النمره والمصاطه ديالو قد المغرب والطوله ديالو تشوفها من كازا وكياكل جوج صونيات كارير في النهار صاحب الشين ما قولوا العيد شبلاوي في اسبانيول كاع اسبانيول ديك ديك العيد اش العيد الشبلاوي كاع عنده شي سميه اخرى العيد كيقولوا العيد الشبلاوي هذاك العيد مولودها صاحبي كان سكن مشيت تبيع كنبيع العيد مولودها ولكن انت كنت كتشد لهم بيلانتي تاع علال ملي كنت كدير انا كنت شاد بيلانتي وكنقول الشين وانا نتيري كنولي حتى الكرارما ونجبد عندي الموش هم يدوروا كيقول لك ضربت له خماسيه ولا برجلك اه لا الدجاج لا رباني يا راشي شكون ناكلو يا عباد شكون ناكلو شكون ناكلو يا رباني شكون ناكلو ايوا الريجيم على دير الريجيم ايوا عندي الخبز يابس ندقو ونسلك سفو ندير به واحد كاس قهوه نصب حتى حل خوين ناكلو الخبز يابس وقهوه حتى حل خوين كاس سته ونتعط ونديو الحليب ونديو الربانيه ونديو شاهنا الليلة قدر شاهنا الليل شتهنا كورونا ايوا انت ما صحبتكش العشرة كيبلعوا انا كنت نجري ونعاود مالف كندبر وهذا النهار يومين وهي هكا نمشي معنا للبلاد قدر اودي البلاد مشينا لها بكري انت ما كنتش تمشي معنا لا لا حنا نحيدوا الزيتون حنا نحيدوا الزيتون انت ما شايف والو